ومعانا فقره بقى جديده في رومنتادا وهي جهاز كشف صدر. طبعا هنجيب الضيف ونحط بياناته او نحط تصريحاته وهنشوف هو بيقول كلام فعلا هو مقتنع بيه وفعلا الكلام ده ما فيهوش اي اخطاء ولا لا. طبعا احنا هنا دورنا الرصد الى حد بعيد كل ما يتم تناوله في الاعلام الرياضي بخصوص النادي الاهلي. البعض بيلبس رداء الحياد فالناس تصدق ان هو مرتدي رداء الحياد، ويجي في وقت ما يبان ان اصلا رداء الحياد ده هو شفاف تماما ولابس تحته التيشيرت. الكلام ده مقبول؟ مقبول في اي قناه فئويه. هنا في قناه النادي الاهلي انت من حقك تدافع عن النادي الاهلي، في قنوات الانديه الاخرى من حقها تدافع عن الانديه الاخرى طبعا. لكن لما تكون طالع بتقدم نفسك كمحايد وتطلع بالتصريح ده، نشوف الكابتن ميدو اول ضيوفنا في جهاز كشف الصدر ونرجع. انا بتعهد ان انا هنا في برنامجي في اوضه اللبس مش هجيب سيره المشاكل دي خالص، لا بالايجاب ولا بالسلب ولا ايه اللي حصل ولا اي حاجه، الا لو كان في حاجه ايجابيه، يعني حاجه تكون ايجابيه لصالح الفريق. كل كلامي هنا هيبقى عن فرقه الزمالك، الاصابات، حال الفريق، الاستعدادات بتاعت الفريق، لان انا شايف ان ده دوري كزملكاوي ودوري كاعلامي ان انا احاول ان انا ما اتعرضش في البرنامج بتاعي الى المشاكل والحديث عن المشاكل الموجوده بره الملعب لمصلحه الزمالك، وانا مؤمن يا جمال ان ده لمصلحه الزمالك. ومن النهارده انا كل الحاجات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي الخاصه بتاعتي، مش بتاعت طبعا اوضه اللبس، انا هغير صوره البروفايل بتاعتي ان هي هتبقى شعار الزمالك ومكتوب تحتيه الزمالك اولا. لما تقال دوري كزملكاوي عدينا الامر، لكن لما تقول دوري كاعلامي لا، حضرتك كده اعلامي لو انت في قناه نادي الزمالك، لكن اللي بيحصل ده بيحصل على قناه محايده في برنامج المفروض محايد، في تعريف لاعلامي سابق في بدايه البرنامج ان هو اعلامي محايد، فبالتالي الدور ده مش سليم، وما ينفعش تقول اصل انا من وجهه نظري شايف ان ده لمصلحه نادي الزمالك في قناه محايده فارس في برنامج محايد في اعلامي هو اللي قال انا محايد. بص عديك تركه كده قالها في الكلام تكشف ان هو نفسه مش مقتنع باللي قاله. ليه بقى؟ جو هو بيختم المبدا بتاعه او الكونسبت اللي قاله، قال احنا انا هحط كذا وهحط الفكره وهحط دعم نادي الزمالك على الصفحه، وراجع قال مش صفحه، مش صفحه القناه دي، صفحتي الشخصيه. اذا كان انت اتكلمت في المبدا العام نفسه هتعمله في القناه، فرقت ايه بقى الصفحه؟ انت حطيت المعيار نفسه غلط. وهل انت حطيت المعيار ده للاهلي والزمالك ولا اتكلمت في الزمالك بس؟ طبعا مش مفهومه، وما اعتقدش ده دور الاعلام، مش بنقول هاجم الزمالك في غير موضعه، بس انت بتتكلم ككوره على الفريقين. تعالوا نشوف كابتن ميدو في فتره ما برضه بجهاز كشف الصدر، لان هو البرنامج مش في البدايه كان بيرى الامور ازاي. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب. اول حاجه لما برنامج اوضه اللبس اتعمل كل الناس افتكرت ان ميدو هياخد سكه الزمالك بس، صح؟ لقوا ان ميدو في توازن. من اول يوم اشتغلنا في برنامج اوضه اللبس شغلنا هيبقى كده، لان انا مش شغال في قناه الزمالك، انا زملكاوي وبعلنها مليون مره ان انا زملكاوي، انما انا مش شغال في قناه الزمالك، لازم اقول رايي. هتاخدوها عيب عليا؟ خدوها عيب عليا، ما عنديش اي مشكله. هنا بشكل واضح كابتن ميدو كان واخد في البدايه بقى، بدا جمهور الزمالك يهاجمه، بدا هو كان واخد فكره ان انا خلاص مع كل الانديه بقدم منتج اعلامي مختلف. وعلى فكره يا احمد للامانه والله فاكر احنا في الفتره دي كنا بنتكلم حتى في جروب الشغل ايه، ان كابتن ميدو عامل حاله شغل كويس وعامل شغل حالة كويس بغض النظر عن اهلي وزمالك، وشغال بمعيار لو كمل فيه البرنامج هينجح. بدأ واحدة واحدة زي ما نشوف ونستعرض فيما بعد ياخد الأمور والدفة تختلف، إلى أن وصل بينا أن هو بيقول أنا طالع أدعم فريق قبل نص نهائي أفريقيا، على أساس أن نادي الزمالك ده فريق مصري ونادي الأهلي فريق مثلا مش مصري. طبعا معيار، حتى لو أنت شايف الزمالك عنده أزمات، أنت برضه بتشوف أن النادي الأهلي في فترة إعلام بيهاجم كل الناس، لها آراء مختلفة. لو هتوحد المعيار في قناة عامة لازم توحد
توحدوا للطرفين. لا وهو فارس قال لك اصلا انا مش شغال في قناه نادي الزمالك، بس هو ليه رجع للشكل ده او اللي قدمه في الفيديو الاول؟ لان انا عندي قناعات شخصيه ان ابناء نادي الزمالك بيخدموا نادي الزمالك من اي موقع هم انت قلتها حتى في التحليل بتاع التحكيم وكانت ملحوظه وانا متفق معاك دي على طول. هتلاقي دايما ابن نادي الزمالك في اي مكان سواء بقى محايد في فريق منافس في اي مكان بيشتغل فيه هو انتمائه الاول وخدمته الاولى بتكون لنادي الزمالك. ويمكن طبعا كابتن ميدو له موقف لما كان بيدرب وادي دجله لاعب ما رايح النادي الاهلي هو وجهه لنادي الزمالك. لكن نروح نشوف معيار الكابتن ميدو اللي هو وارد يقول لك طب ما انا كمان مش هتعرض لمشاكل النادي الاهلي. في حالتين حصلوا اظهروا الموقف المتناقض للكابتن ميدو، نروح لحاله منهم ونرجع نعقب. الراجل استغل ضعف كارتيرون واستغل ان كارتيرون راجل مادي بحت وراجل بيبص للماده فقط وراجل ما بصش للعمل الكبير اللي عمله نادي الزمالك واللي عمله مجلس اداره نادي الزمالك معاه جوه نادي الزمالك واللي عمله على فكره جمهور نادي الزمالك معاه. هو استغل ضعفه في النقطه دي واشتغل عليه ان هو راجل مادي وراجل بتاع ماده وقدر ان هو يكسبه. انا بقول ان كارتيرون خان مجلس الاداره وخان اللعيبه. اللعيبه بتاعته كانت ناس واثقه فيه ان هو راجل يكمل معاه وان هو راجل على الاقل لو عايز يمشي ان هو يستنى لما البطوله الافريقيه تخلص وبعد كده يمشي، لكن هو اختار الطريق اللي زي ما يعني انت زي ما حضرتك قلت هو نط من البلكونه ما خرجش باب السوق. خلونا نتكلم بمنطقيه، احنا مش هدفنا اننا نقول اللي بيقوله ده الكابتن ميدو غلط، لكن انا هدفي ان انا لما الوضع يحصل فيه مواقف مشابهه نسمع التناقض كان ايه. هو قال كارتيرون خاين من وجهه نظره، خلاص موضوع يخصك وحقك تكون دي وجهه نظرك. قلت ان الطرف اللي تعاقد مع باتريس كارتيرون هو استغل ان هو مادي، يعني طرف استغلالي استغل الماديه او حب الماده عند باتريس كارتيرون. قلت ان كارتيرون خان اداره النادي الاهلي، قلت ان اداره الزمالك، قلت ان كارتيرون خان لاعبيه، خان الجماهير اللي اديته الدعم. طيب لو حصل الموقف ده فارس مع حد في النادي الاهلي مع بيراميدز ومع رمضان صبحي هنطلع ونشوف الفيديو عشان تشوفوا التناقض اللي اسامه كان بيكلمكم عليه، نشوف الفيديو. لازم اشيد ببيراميدز وتعاملهم مع الموقف واحترافيتهم في اداره موضوع رمضان صبحي. النهارده اداره بيراميدز بتثبت ان هي بتعمل في صمت وشغاله صح قوي وعارفين هم بيعملوا ايه. يعني تاكل عليه كويس قوي عشان هو راجل دلوقتي في موقف ضعف، عيب عليكم. رمضان مش هتكلم فهو غلطان ولا مش غلطان، كل واحد عارف مصلحته. لكن انا هتطلعوا دلوقتي ترقصوا على رمضان، مش رمضان اللي غلطان. ما تزعلوش مني. مش رمضان اللي غلطان، هنا كارتيرون خاين. النادي اللي استغل العقد نادي استغلالي ما طبقش بند احترافي، انما بيراميدز مش غلطان، بيراميدز اتعامل باحترافيه، كابتن رمضان صبحي مش هو اللي غلطان، هو ده جهاز كشف الصدر، الناس هي اللي هترد على نفسها، كويس ان هو مش زي جهاز بتاع هنيدي اللي بيفرقع، لا الحمد لله ده ما بيفرقعش، بس عايز اقول حاجه لكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، انت تاريخك في الديربي هدف، تاريخك في الديربي كله هدف. مش 13 هدف زي التتش ولا بوتريكا، اعتقد حتى لو انت اسطوره في عين جمهورك بمنظورهم وتقييمهم لازم تعرف ان النادي الاهلي جمهوره ما بيحبش وما بيقبلش اي حد يسيء اليه. نشكركم على الحلقه دي وان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده من الاهلي خط احمر داخل برنامج البيت الكبير ونقدم محتوى كالعاده بتستنوه منا. بشكرك يا اسامه، بشكرك يا فارس، وبشكر كل جماهير طبعا النادي الاهلي. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جايه.